آخر تطورات ملفي أو ملف الانتخابات والتحالفات السياسية، ينضم إلينا الدكتور أيسر الجادري، عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة. مرحبا بك في الرابعة من دجلة. مرحبا، حياك الله سيدتي الكريمة. أحييك من جديد. وبداية الحديث نتحدث عن المشهد، التحالفات الجديدة الآن إلى أين تتجه؟ الحديث لك، تفضل. يعني تحية مسائية طيبة لك سيدتي مرة أخرى ولمشاهدي قناتكم الكرام. رمضان كريم عليكم وعلى كل أبناء شعبنا العراقي. اسمح لي أن أقول ليست هناك لحد الآن تحالفات أو اتفاقات نهائية، لازلنا نتحدث عن تفاهمات وأطر عامة لهذه التفاهمات وصلت إلى يعني مسافات بعيدة مع بعض الكتل السياسية على مستوى تيار الحكمة. تحدث نعم تفاهمات عريضة وأصبحت بمديات بعيدة، لكن تحالفات أو شكل نهائي لاتفاقات لا زال الحديث مبكر، خصوصا أنه بعض الكتل السياسية، بعض قادة الكتل السياسية لا زالت غير واعية حقيقة أقولها وبصراحة لما آلت إليه الانتخابات، موقعها بالانتخابات. البعض لحد اليوم يعني يطعن بالانتخابات وهذا من حقه امام المحكمه، يعني امام مفوضيه الانتخابات. اعتقد نحتاج الى وقت اطول حتى الكل يعي انه علينا ان نمضي بتشكيل الحكومه الاغلبيه الوطنيه، ومن ثم يلتحق من يلتحق بهذا يعني بهذه الاتفاقات او بهذه التفاهمات التي بدات. لكن هناك تفاهمات بالنسبه لنا واسعه، اعتقد البعض ايضا بدا يعني يعي انه المرحله القادمه هي مرحله كتل سياسيه متفرقه، سوف تحاول كل منها ان تشكل الكتله الاكبر. قبل يومين او ثلاث كنا نسمع من الاخوه الكرد انهم ذاهبون الى بغداد بشكل موحد. بالامس يعني ايضا اقول وعوا على هذه الحقيقه انه لا يمكن لملمه البيت الكردي بعد اليوم، ولذلك اليوم نلاحظ انه اكو وفد من حزب الديمقراطي الكردستاني جاء الى بغداد وبدا بشكل فردي او بشكل احادي يبحث عن تفاهمات او يبحث عن اتفاقات مع كتل سياسيه. هذا اليوم المشهد اعتقد ذاهبين بتشكيل حكومه اغلبيه وطنيه معالمها تكاد تكون يعني للاعلام للشارع واضحة بخطوطها العريضة، لكن أعتقد أنه لا زال الوقت مبكر، وننتظر أيضا باعتقادي مفاجآت على من سوف ينضوي تحت هذه الكتلة الأكبر في قادم الأيام. طيب دكتور أيسر، يعني ذكرت قبل قليل أن هناك ليست هناك تحالفات سياسية وإنما هناك تفاهمات في طور، يعني لسه في طور التحالفات. إذن أنتم كتيار حكمة أين وصلت هذه التفاهمات ومع من تقتربون حاليا؟ يعني بالتأكيد البرنامج اللي وضعناه قبل الانتخابات، برنامج عمل الحكومة، آليات النظام السياسي اللي نريده يكون في المرحلة القادمة، ذاهبين أو ماضين في العمل على تحقيقه. النتائج جاءت لمصلحة هذا البرنامج، أقولها بثقة، من خلال حجم الأصوات والمقاعد اللي حصلنا عليها، من خلال حجم الوعي اللي ظهر بالشارع العراقي واختياره لكتل سياسية تبحث عن شراكة وطنية وحكومة أغلبية وطنية. أعتقد كل هذه تصب في مصلحة تيار الحكمة، في مصلحة رؤيته. تفاهماتنا مع الأخوة في كتلة سائرون مثل ما قلت قبل قليل وأعيد وأكررها، هي تفاهمات سابقة للانتخابات، لكن بالأيام الأخيرة بدأت تأخذ مساحتها الحقيقية. اللقاءات المتكررة لسماحة السيدين السيد الصدر والسيد الحكيم، وبالأمس كان آخر لقاء، وضعت الرؤية الشاملة للتحرك باتجاه باقي الكتل. ننتظر يعني مواقف إيجابية على برنامجنا وعلى رؤيتنا السياسية لإدارة الدولة من كتل سياسية أخرى، خصوصا أقولها بصراحة وبثقة، يعني خصوصا من الأخوة
في قائمة النصر، نشوف أنه برنامجهم طروحاتهم أقرب، لكن هذا لا يعني أنه أيضا الأخوة في الفتح وحتى الأخوة في دولة القانون هم جهات مرحب بها إذا ما توافقوا معنا في وجهة النظر وفي الرؤية بإدارة الدولة بالمرحلة القادمة، ومن ثم أيضا الذهاب باتجاه قوائم أخرى من الأخوة الكرد والسنة لشكل حكومة أغلبية وطنية، وبمقابلها أيضا أكو معارضة وطنية بحجم يعني محترم وبحجم يستطيع أن يؤدي دوره بالشكل الصحيح في المرحلة القادمة. أعيد وأكرر أن التفاهمات مع الأخوة في التيار الصدري أو في سائرون بشكل أكثر دقة وصواب ماضية بشكل صحيح وبهدوء، لكن أقولها بأنه لا ينتظر يعني المواطن أو حتى الإعلام أنه قادم الأيام القليلة رح يعلن عن شيء يعني عن تحالف معين أو كذا. لا زالت يعني مثل ما قلت التفاهمات والتقاربات بوجهات النظر موجودة، لكن لا زالت التحالفات بعيدة في هذه الأيام. أمامنا وقت جيد في أنه تبنى هذه التحالفات عفوا بشكل رصين وبشكل صحيح وبشكل هادئ دون الذهاب أو دون الوقوع تحت الضغوطات الإقليمية أو الدولية. شوف احنا اليوم اكو ضغوطات جدا جزء مباشرة وظاهرة، لكن اعتقد بهدوء ممكن انه هذه القوى اللي اليوم تعتقد قادرة على ان تشكل كتلة اكبر وتدخل بها للبرلمان دون الوقوع تحت هذه الضغوط الإقليمية الدولية تحتاج الى وقت ينسحب هذا الضغط وتنسحب هذه التوجهات، ومن ثم تعلن هذه الكتلة وتوجهاتها وبناءاتها. طيب دكتور أيسر، يعني قبل قليل تحدثت عن القوى الكردستانية وذكرت أنه لا يمكن لملمة البيت الكردي بعد الآن، يعني إذن كيف ترون الدور الكردي في أو ماذا ستلعب القوى الكردستانية في قضية تشكيل الحكومة، وخصوصا أن اليوم وفد كردي رفيع وصل بغداد؟ يعني فقط للملاحظة أنه ليس فقط البيت الكردي لا يمكن لملمته اليوم، حتى البيت الشيعي وحتى البيت السني، القوائم اللي دخلت بها الكتل السياسية للانتخابات كثيرا ما أكدنا على أنه هي سوف تذهب بتشكيل شكليا من القوى داخل البرلمان، قوى لتشكل حكومة وقوة معارضة. هذا اللي التفكك اللي صار بالقوى السياسية بكل أطيافها قبل الانتخابات قلناها كثيرا أو أكدنا عليها مرارا نحن على الأقل في تيار الحكمة، أنه هي حالة صحية برغم أنه المواطن المحللين يجوز المتبع حتى الإعلام صورها أنه حالة من التشظي والضعف والكذا، لكن كانت برؤيتنا أنه هي حالة صحية راح تنعكس بعد الانتخابات في تشكيل الحكومة راح يكون بإطار صحيح. فاللي يتحدث عنه بأنه الكتل الكردية تعاني من عدم قدرة على اللملمة والعودة موحدة باتجاه رؤية، أيضا هذا اللي راح نشوفه بالكتل الشيعية أو القوى السياسية الشيعية وأيضا السنية. أعتقد أنه برنامجهم أو رؤيتهم اليوم من سوف يستطيع أن يكون جزء من الحكومة. القوى الكردية أيضا لها طموحات والوضع أكثر مربك، الانتخابات إذا كان أكو إشكالية حقيقية بنتائجها أعتقد في الإقليم وكركوك هناك المشكلة أكثر يعني وضوحا وأكثر تمركزا. فباعتقاد أنه كل من القوى الكردية خصوصا الزعامات القديمة تحاول أن تثبت موطئ قدم في تشكيل الحكومة، وبالعكس أيضا القوى الناشئة والصاعدة من يعني الجيل الجديد ومن تغيير وإن كانوا هم قوى سياسية سابقة يحاولون أن يشكلون قوى معارضة يمكن أنه تعمل ضد طموحات وضد توجهات هذه القوى، وسمعناها من أكثر من قيادي في التغيير وفي الجيل الجديد وباقي حتى عند الفريق اللي يمثل الأخ برهم صالح. يعني أعتقد هي ماضية بأيضا اتجاهين، اتجاه يمكن أن يقدم من التنازلات حتى يكون جزء من الحكومة ويعيد تصحيح صورته أمام شعبه وأمام الإقليم، وأقصد
زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاولون أن يكونون سباقين. اليوم هم كانوا أول الوفود اللي وصلت إلى بغداد حتى يكون لهم جزء أو يكونون هم مشاركين في الحكومة القادمة. طيب، يعني إذن في ظل بعض المشاكل المتواجدة بين الإقليم والمركز، كيف سينعكس على ملف تشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني الملف أعتقد والإشكالية اللي مر بها الإقليم وانعكاساتها داخل الإقليم لن تمضي بسهولة. أعتقد العلاقة بين الإقليم والمركز ليست المؤثر الأساسي اليوم، لأن احنا في تشكيل كتلة تدخل إلى البرلمان. نعم أكو توجهات أو أكو مطالب راح يقدموها الفرق الكردية أو الكتل الكردية كل على ما يرتضيه أو ما يشاءه، لكن بالأخير أعتقد المشكلة الأساسية هي في داخل الإقليم. أرجع أكرر بأنه موضوع الانتخابات والنتائج إذا كانت في بغداد أو في بعض المناطق راح تلاقي بعض الاعتراضات والطعون، لكن في الإقليم أعتقد راح تبقى لفترة أطول بها الكثير من الإشكاليات والكثير من الطعون من الدرجة الحمراء، لأن كانت أكو يعني خروقات كبيرة تنعكس أيضا على طبيعة العلاقة بين القوى الكردية بشكل عام. أعتقد سقف المطالب في هذه المرحلة من قبل الأخوة الكرد اللي راح يأتون إلى بغداد راح يكون أقل مما كنا نلاحظه، باعتبار أيضا راح يأتون بشكل مثل ما قلت قبل قليل متفرق، ما يستطيعون أن يوحدون الصوت. لكن بالأخير أكو بعض الـ 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 يعني الحقوق أو الاستحقاقات بشكل أكثر دقة محفوظة من خلال مو الدستور وإنما من خلال ما تماشت به الأعراف السياسية من حيث بعض المناصب كيكون رئيس الجمهورية يعني مضمونة للكرد. لكن أعتقد بعض التفاصيل وبعض القضايا اللي تخص مستقبل علاقة الإقليم سوف يقدم الإقليم أو سوف يقدم بعض الكتل السياسية مثل ما قلت قبل قليل بعض التنازلات حتى يكونون جزء من الحكومة، ومن ثم يحاولون أن يعيدون ويصححون علاقتهم مع أبناء شعبهم بعد هذه السنوات الأخيرة، يعني الثنتين الأخيرة اللي عانى منها الإقليم كثيرا. نعم، الدكتور أيسر الجادري عضو المؤتمر العام للتيار الحكمة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في الرابعة من دجلة. أخبار دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.